السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، رسالة بسيطة إلى أهلنا وإخواننا في اليمن. الرسالة هي كالتالي: معركتنا القادمة هي معركة وعي ومعركة دراية وفهم وحس. الفيروس فيروس كورونا لا يعرف لا صغير ولا كبير، ولا يعرف لا ذكر ولا أنثى. إخواننا وأهالينا في اليمن، لماذا لا تتبعون الطرق الوقائية من هذا الفيروس؟ لماذا كل هذا الاستهتار وهذا الاستهزاء وهذه اللامبالاة بهذا الفيروس؟ ألا ترون جيرانكم في الدول العربية وفي الدول الأوروبية ماذا يستخدمون من إجراءات ومن طرق وقائية؟ حظر تجوال، فرض تجوال على الجميع، وغرامات تصل إلى عشرات الآلاف. تعرفون كمية وعدد الإصابات التي الآن تجاوزت في العالم؟ يعني نتكلم مثلا عن أمريكا، قوة اقتصادية عالية، أكثر من 1,200,000 إصابة، وتقريبا 98,000 حالة وفاة بهذا الفيروس خلال مدة قصيرة، شهرين. إذا نظرنا إلى الدول العظمى كما نسميها أو الدول الاقتصادية الكبرى، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، تتراوح عدد الوفيات فيها ما بين 38,000 إلى 32,000 إلى 28,000 27,000، وهي تملك الأجهزة الاصطناعية وتملك الإمكانيات لمواجهة هذا الفيروس. هذا معناه أن هذا الفيروس خطير ولا يوجد له علاج. الحل الوحيد هو أن تلزم بيتك، وكما قيل في العهد الأندلسي عندما سيطر المسلمون على الأندلس، مر بهم طاعون، قال المؤرخ، فقتل مئات الآلاف من الناس ولم يسلم منه إلا من لزم بيته وأغلق داره، وبعضهم بنى على الباب بلوك وحجار قفل عليه الباب حتى لا يدخل عليه الفيروس، وفعلا نجا. إذن لماذا لا تتخذ حكومتنا في اليمن الإجراءات الوقائية؟ لا شفنا حظر تجوال في صنعاء ولا في عدن ولا في مأرب، لا شفنا غرامات مالية، لا شفنا إغلاق أسواق للقات. الحين في المساجد قفلوا المساجد في بعض الأماكن، والمصيبة هي العيد. العيد هذا مر علينا في اليمن مش مصدقين، يعني الناس ياسين يتعاودوا، والزيارات والروحات والجايات. يا أخوان اتقوا الله، خافوا الله، ارحموا أنفسكم وارحمونا معكم. يا أخي السلام نظر، القنوات والوسائل التواصل الاجتماعي، واستنفذنا جميع الطاقات، السلام نظر، الابتعاد مترين، الطرق الوقائية، الفيروس هذا لا يرحم، التعقيم، الغسل بالماء والصابون لمدة دقيقة، كل هذا جالسين يخزنوا مع بعض، جالسين يشربون شيش مع بعض، جالسين مجالس واحدة مع بعض، أسواق القات مليانة، المعارض، الأسواق، المساجد. يا أخوان اتقوا الله، خافوا الله، يعني بالله عليكم، يعني هل تريدون يا أخواننا أن تفقدوا أهليكم في اليمن قبل الموعد؟ تريدون أن تفقدوا آبائكم وأمهاتكم وأطفالكم؟ الفيروس هذا لا يرحم الطفل الصغير والرجل الكبير، إذا دخل فيه الفيروس هذا اقرأ عليه الفاتحة، ما عنده قوة مناعة يواجه بها هذا الفيروس. الفيروس هذا خطير جدا، والله والله العظيم أن الفيروس هذا إذا دخل اليمن وتمكن من اليمنيين فستحصل الكارثة، وسيموت الآلاف، ولن يستطيع الناس دفن موتاهم، وسيندمون أشد الندم. والله العظيم أنها كارثة للتاريخ. أنا لست متشائما، أنا متفائل، ولكن الوضع صعب، الوضع صعب للغاية. اتقوا الله، يعني أقل شيء، أقل الأشياء إمكانا، قوم بالوقاية من غسل يدين ومن لبس كمامات ومن لبس كلفز، كل واحد يلزم بيته، خلك في البيت يا أخي فترة من 14 يوم إلى 30 يوم، إلزموا بيوتكم رجاء رجاء، حتى تعرف ونعرف في الأيام هذه من هو المصاب وغير المصاب. ومن شعر بالإصابة فعليه أن يعزل نفسه في غرفة، وعليه أن يبتعد عن الجميع حتى يعرف مصيره، لأن هذا الفيروس ينتشر انتشارا عظيما ولا يرحم لا صغير ولا كبير. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم وأن يحفظنا من كل شر وبلاء، أن يبعد عنا وعنكم هذا الفيروس. هذه نصيحة محب، وأرجو أن تصل من قلبي إلى قلوبكم، ويعطيكم العافية. مع السلامة.